لم يكن الشباب السوري عبر سنين الحرب على سوريا إلا على قلب رجل واحد ويدا بيد لتعزيز معاني قيم التكافل الاجتماعي والتراحم. مجموعات شبابية عديدة كانت عم تمد يد المساعدة على مختلف الجبهات، ومنها جمعية سوريا بتجمعنا يلي كان لها بصمتة بعيد الأضحى المبارك عبر حملتين. للإضاءة أكثر على هالموضوع معنا سيزار خسار، المنسقة الإعلامية بجمعية سوريا بتجمعنا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور، كل عام وانتم بألف خير يا رب. كل عام وانتم بألف خير يا رب. سيزار يعني مثل ما عرفنا اشتغلتوا على حملتين قبل عيد الأضحى بشهر تقريبا، خلينا نتعرف أكثر عن هدول الحملتين. طبعا ضمن إطار عمل الجمعية الدائم بالتواصل مع ذوي الشهداء، كنا بحملتين، واحدة كانت اسمها هي تكملة لحملة مستمرة اسمها على امتداد الوطن. كنا موجودين بريف دمشق، اخترنا هالمرة نكون مع شهداء وزارة الداخلية، شهداء قوى الأمن الداخلي، أكيد أبطالنا من الشرطة وقوى الأمن الداخلي، كنا بمنازل ذويهم. وكمان كنا بحملة تانية اسمها حملة شهيد نورس بكور، كانت مع ذوي شهداء الجيش العربي السوري كمان بريف دمشق. رح نحكي عن أول حملة، يعني دائما بيصير تكريم لأهالي الشهداء يمكن عبر حفل على مدرج أو على مسرح. اليوم شو الفكرة أنه أنتم اليوم تروحوا لعندهم ويتم تكريمهم وزيارتهم؟ بالنسبة لنا التواجد مع ذوي الشهداء بمنازلهم هو شرف نفتخر فيه. لحنا نروح لهي المنازل اللي يمكن أوقات كتير عم بتكون منازل متواضعة ببناء أبسي، عم بتكون عم تحمل أسمى معاني الوطنية، التضحية والعطاء في يعني عم نسمع هيك، نحب نشوف مثلا بمنازلهم، نشوف العيلة كلها مثلا بالمنزل. ممكن لما تعملي تكريم يجي شخص بدال مثلا ذوي الشهيد أو اثنين، لهنا منحب نروح نشوف مثلا أمه أبوه إذا في زوجته أولاده، منحب نشوف يعني أوقات كتير منحب نشوف الأراني اللي كان موجود فيها. مرة من المرات كنا عند أم شهيد، كنا قاعدين عندهم بالبيت، قالت لنا أمشوا نفرجيكم أوضته والمكان اللي قاعد فيه، فكرنا منفوت على غرفته، قام طلعت الضريح تبع ابنها بالحديقة تبع البيت. يعني أنه يعني في تفاصيل ما بتحسيها من عبعيد، في تفاصيل بنحب نتماها معها من على قرب، بنحب نقدر هدول الأهالي الكرام، فعلا أهل كرم هنن كتير بالتضحيات اللي هنن قدموها. يعني بتضحيات أبنائهم يمكن الزيارة قديش عطتكم مسؤولية أكتر؟ أكيد هذا الشيء أكيد بيحملنا مسؤولية كتير، بيحملنا أنه الفكرة أنه نحن مو مجرد زيارة، أنه نحاول دايما نكون على تواصل معهم دائم، نبني علاقات اجتماعية معهم أبعد من موضوع أنه بس أنه هي زيارة وبس. يعني بنحاول دايما نكون مساندين لهم بأي شيء نحن بنقدر نقدمه. أوقات بيكون مجرد شيء معنوي، مجرد بنحب مثلا كل فترة وفترة إذا حدا عنده فحص كذا بنطمن شو صار مثلا، كيف قدموا، كيف يعني بتتعدى الواجبات، يمكن بتصير علاقة يعني شخصية بيناتكم وبتربطكم وبتجمعكم. تمام، نحن كل ذوي شهداء رحنا لعندهم كل بيت صار يعني فعلا صرنا بنعرفه بشكل كتير شخصي، حتى يعني مو بس الفريق المصغر اللي كان موجود عنده بالبيت، يعني بيرجعوا بيحكوا انه فتنا على هالبيت شفنا مثلا زوجة الشهيد عنده ولد اسمه كذا، بنت اسمه كذا. يعني بتتعدى انه فكرة انه بس انه هي واجب انه رحنا بس انه كرمنا او قعدنا معهم او قدمنا لهم شهادة تكريم أو هيك، لا منحب لحنا فعلا نكون على تواصل مقرب كتير منهم. كمان عنكم كان في حملة تانية باسم نورس بكور، خلينا نتعرف أكثر عن هالحملة وشو سبب تسميتها، ليش حملة هذا الاسم؟ بالنسبة لحملة شهيد نورس بكور، تحية أول شيء لروح شهيد نورس. نورس شاب متطوع كان معنا بالجمعية، استشهد من سنتين بجوبر، هو كمان كان مقاتل بالجيش العربي السوري، استشهد بجوبر وكانت آخر حملة لإله، آخر نشاط لإله معنا هو تكريم لأبناء الشهداء. كان موجود معنا بفعالية لتكريم أبناء الشهداء، كان أحد المسؤولين عن تنظيم هاي الفعالية، فحبينا لحنا السنة حملة من حملات تكريم ذوي الشهداء تكون باسمه، تحمل اسمه تكريما لروحه، لأنه فعلا كان مثال كتير مشرف عن الشاب السوري اللي يعني كان موجود على الجبهات عم يقاتل، وبوقت فراغه كان متطوع عم بيحاول أنه يرسم بسمة على وجوه أبناء الشهداء. ففعلا هو مثال بالعطاء نحن بنتشرف فيه،
ومنتشرف انه نسمي الحمله على اسمه تكريما له. كانت هي زيارات لذوي شهداء الجيش العربي السوري بمنازلهم كمان بريف دمشق. استمرت تقريبا 3 أسابيع تقريبا الحمله. لسه عنا يمكن اليوم اخر يوم مفروض فيها طالعين يعني جزء من الفريق. بالنسبة لنا منوجه تحية أكيد لروح الشهيد نوراس، تكرم طبعا تكرموا أهله بكذا مرة بفعالية لجمعية سوريا بتجمعنا، بس هي السنة حبينا نسمي الحملة باسمه يعني الرحمة. والله يرحم كل الشهداء أكيد كل الشهداء. يعني هيك مناسبات اليوم مثلا مثل مناسبة عيد الأضحى المبارك، قديش ممكن يزيد عملكم أنتم كجمعية ويكون في شيء خاص مميز بأيام الأعياد؟ هلا العيد بالنسبه لنا او بالنسبه لكل السوريين صار بعد هاي الفتره الطويله بيحمل صار شيء معين، يعني هو فيه حزن كثير كبير لانه بتتذكر الناس اللي راحت، بس بنفس الوقت ان الناس اللي راحوا مشان نحن يضل عنا عيد، مشان نكون قاعدين مثل هون قاعدين بامان بقراني وين ما بدنا نكون موجودين، بنروح اولاد عم تعيد. هو كمان هاي السنة يعني كثفنا موضوع زيارات ذوي الشهداء لأنه السنة ترافق العيد مع انتصارات كتير كبيرة الحمد لله، يعني الحمد لله. كان في أخبار كتير حلوة قبل العيد، انتصارات كتير كبيرة الحمد لله، رقعة الأمان كل مالها عم بتزيد وتكبر، ويعني في يعني عم ترجع شوي شوي هيك بهجة العيد أو فرحة العيد لهالبلد اللي عانى كتير يعني، بس هي عم ترجع بدماء كتير غالية يعني نزلت على أرض الوطن، فمشان هيك نحن عم كل سنة العيد عم بيكون أكتر وأكتر دافع لإلنا إنه نكون موجودين مع ذوي الشهداء، نقلن إنه منعايد عليهم، نقلن إنه لحنا موجودين معكم، لحنا مقدرين كتير دماء أبنائكم، لحنا كتير ممتنين ومقدرين لهي الدماء الطاهرة الكتيرة اللي نزلت على أرض الوطن. في شهداء يعني في بيوت كنا عندهم أكتر من شهيد، ولسه الباقي بالجيش عم بيخدم لسه بلده، يعني في حكايا سمعناها فعلا يعني ما فيكي ما تفوتي ما تتأثري وتبكي، ومع انه نحن بنكون كثير يعني نحن كلنا انه مذكرين بعض ما بنا يمكن يعني تاخذوا الامل والقوة منه من كل بيت تدخلوا، يمكن تستمدوا القوة بدل ما انتم كان رايحين تعيدوا عليهم، يمكن في كثير اشخاص وعيال بتفاجئكم بحجم القوة والانتصار اللي هن عايشينه كتير، وخصوصي الأطفال. الأطفال يعني بدي حكاية تانية، فعلا عم بيتربوا ببيوت فعلا نتشرف بهيك تربية، يعني ولد صغير يعني عمره 6-7 سنين بقول له يعني انه يعني انت شو حابب مثلا تكون بس تكبر، بقول لي ضابط مثل بابا، مثل يعني هو عم بيحكي لي عن ابوه الشهيد اللي راح، يعني انه بس انه يعني هم متربيين تربية فعلا على درب الآباء يعني فعلا متشربين حب الوطن فعلا مع الحليب حقيقة، يعني متشربينه بطريقة فعلا منتشرف فيه، منتشرف من أمن على مستقبل البلد لما يكون هيك أطفالنا تكون بهي الطريقة وبهالسلوك هذا. يعني تحيتنا لكل أسر الشهداء، ودايما منقول الله يكون معكم، ويمكن واجب كل مواطن أنه هو يوقف مع ذوي الشهداء ومع أسر الشهداء بالأعياد وبغير الأعياد. سيزار دايما لازم نحن نكون إلى جنبهم. يوم أنتو كجمعية وبظل هال يمكن الفعاليات والحملات اللي إلى طابع خاص عم تقوموا فيها، شو هي أكثر الصعوبات يلي بتواجهكم؟ بالنسبة للصعوبات أوقات مثلا عم بتكون أول شيء نحن بس يطلع أي حملة أول شيء بدك تاخدي موافقات عليها الحملة، أكيد باعتبارنا جمعية عملنا كله منظم، أوقات بتاخد مثلا ممكن تفوتي شوي بموضوع الروتين مثلا كذا، وخصوصي لما يكون شيء مجتمعي أكتر من أنه طبعا مشكورين وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الكهرباء، لكل الوزارات اللي نحن بنتعامل معهم فعلا مشكورين على تعاونهم، بيحاولوا قدر الإمكان، بس إجباري يكون في شوية روتين أوقات بيطول الوقت علينا. ممكن أوقات صعوبة الوصول للأراني مثلا بريف دمشق، رحنا يعني في أراني أكلت ساعتين مثلا، في أراني كتير بعيدة بريف دمشق بالضواحي بأراني بعيدة، أوقات في أراني يعني صراحة لبين ما نصل لحتى عم نشوف انه هيون امن ولا مو امن، يعني ما بنعرف يعني شو بيكون، كنا يعني بفتره قريبه رايحين على مشفى الشرطه، يعني انه تخيلي انه الحاجز تبع الجيش عم يقلنا انه لا انه هون مثلا اوقات بصير قنص انه ليش تروحوا، يعني انه لا تكملوا الطريق، يعني انه انتوا عم تتحدوا كل الصعاب تمام. تكفوا طريقكم عم نقول له يعني هذا الجيش اللي عم يروح ويجي او الشرطه اللي عم يروحوا ويجوا من هالطريق، يعني ما لنا اهم منهم او ما لنا
يعني هن مالهم يعني اقل حتى والله هن يروحوا ونحن لا انه ما نكمل الطريق، فعم نصر انه لا نكمل، وفعلا عم بيكون القرار واحد يعني. بتسالي الكل انه شو رايكم، كله لا طبعا نكمل يعني اكيد نروح واكيد نوصل. اوقات هيك اوقات بيكون مثلا في عندك مشاكل مثلا بموضوع التمويل، يعني الحملات كلها بتعرفي اكيد اساسها هو التمويل، فاوقات بيكون مثلا عندك صعوبه بتامين التمويل او مو صعوبه جهد لتامين التمويل يعني بالحملات، يعني في كتير شغلات اوقات صعوبات شخصيه بتتعلق باعضاء الجمعيه هن نفسهم، يعني كمان اوقات شغلنا بياكل وقت كتير طويل من الصبح بكير لبالليل، يعني عنا عيال عنا بيوتنا عنا مثلا مسؤوليات اخرى طبعاً. لكن كمان مسؤوليات الجمعيه اكيد اكيد. مثلا برمضان يعني اعضاء الجمعيه اللي كانوا مشاركين بحمله رمضان بجمعنا تقريبا ما فطروا بالبيت ابدا مع اهليهم يعني تقريبا، فيعني في اوقات يعني في صعوبات يعني، بس كلها يعني كلها ما بتتذكريها بس تصلي لهدفك حقيقة، مو ما له حكي يعني مجاملة أو حكي مركب، حقيقة ما بتتذكري شيء، بس تكوني مع عائلة شهيد أو تكوني مثلا مع جرحى بمشفى مثلا أو مع أبناء شهداء أو مع أبناء ميتام أو ما بتتذكري ولا شيء، بس بتكوني فعلا سعيدة أنه وهذا اللي تاني يوم يعني مثلا بيكون في عنا تسجيل لأسماء لنشاط تاني بتلاقي كل انه سجل انه طب والتعب اللي تعبتها امبارح والتأخير والكذا، يعني هون روح الشباب يلي عم تحاول تعطي قد ما بتقدر وتكون فعالة بمجتمع. اليوم عم تسعوا لتشابك مع جمعيات أخرى لحتى تقوموا بعمل مشترك، يعني عم نشوف أوقات في جهود مشتركة وتشاركية بالعمل لحتى يكون كان على نطاق أوسع، أنتوا عم تحضروا لهيك نوع من الفعاليات يكون في تشاركية بينكم وبين جمعيات أخرى؟ هلأ إحنا بالنسبة لنا كان في محاولات كتيرة بالسابق لتشابكية مع غير جمعيات أو غير فرق تطوعية، أوقات عم تختلف البنية التنظيمية بين جمعية وفريق بين كذا، نحن كتير كجمعية محكومين بنمط معين محطوط يعني قانوني فلحنا مجبورين نمشي عليه. هلأ لحنا التشابكية أكثر شيء عم بتكون مع الوزارات مثلا لتسهيل عملكم، تمام لا مو بس لتسهيل عملنا يعني يعني هي القصة صارت عم تطلع من الوزارات نفسها هي التشابكية، مثلا بموضوع مثلا زيارة ذوي الشهداء من عند الوزارة الدفاع محطوط أنه مثلا أنه لهون واصلين الجمعيات كلهم، فأنت لما بيعطوكي أسماء بيعطوكي أسماء ما حدا رح لهم لسه تمام تمام. فهلين هذا كتير مهم، صار العمل كتير منظم للأسف بعد طول الأزمة صار كتير، بس يعني أنه بطريقة أنه حتى تريحنا وحتى تكون فيها عدالة بأنك تصلي للكل أو أنك تكوني موجودة مع الكل قدر الإمكان، لأنه للأسف العدد كتير كبير أكيد يعني اللي لازم اللي واجب أنه نحن فعلا أنه نوصل له أو نحن وكل اللي عم يشتغل تطوعي أو موجود بالبلد. فنحن بالنسبة لنا ما عندنا مشكلة نهائيا بموضوع التشابك، عم يجينا أوقات كتير مبادرات أوقات بنطرح مبادرات وفعلا مادين إيدنا بكل صدق ومحبة للكل، لأنه اللي فعلا عنده إيمان بالعمل التطوعي بأهميته فعلا بيكون منزه عن كل العوائق اللي ممكن تعيق العمل الجماعي، ودائما نحن عندنا إيمان أنه كل ما كانت الإيد عم تشتغل إيدين أكثر كل ما كان في نتائج أكبر وأحلى بكتير. يعني من بداية الأزمة لهذا الوقت ويمكن هي الحرب مر عليها سنين من عمرنا ومن حياتنا، شفنا كتير في شباب تطوع وبلش يشتغل بالعمل التطوعي وهذا المفهوم صار يمكن يصير بشكل أوسع وأكبر. اليوم إلى أي حد وصلنا لمفهوم العمل التطوعي بشكله الصحيح 100%؟ أنا من وجهة نظري الشخصية وصلنا لحد كبير، يعني كنتي قبل لما تطرحي مفهوم خصوصي لحنا درنا كتير، يعني كان عندنا مشروع اسمه شبابنا بالوطن فدرنا على المدارس الإعدادي والثانوي نسأل الشباب أنه شو بتعرفوا عن العمل التطوعي، يعني ففعلا كانت أول فترة الإجابات فيها خلط من العمل التطوعي والعمل الخيري. العمل التطوعي ما له عمل خيري، يعني لحنا هذا واجب، مو عم تقدمي إحسان لحدا أو مو عم تقدمي، يعني الفكرة كتير مفهوم مختلف. العمل التطوعي هو جزء من وجودك كإنسان، أنك أنت تساعدي الإنسان الثاني أو تقدمي أي شيء بتقدري تقدميه، مو شرط يكون تقديم مادي، ممكن يكون بوجودك دعمه معنوي بابتسامة بكلمة حلوة بسؤال عنه بنشاط مثلا ممكن تشاركي فيه. العمل التطوعي له مفهوم كتير كبير، أنا برأيي أنه صار لأنه صار ضرورة فكتير صار مفهوم واضح عند الشباب السوري، وأنا يعني فعلا يعني في نماذج كتير كبيرة يعني بنفتخر فيها لحنا وين ما مثلا أنه أوقات كتير ناس تتواصل معنا،
أنه نحن كيف فينا نتطوع معكم؟ بيكون مثلاً من كل الشرائح المجتمع، في طلاب بالجامعة، أنا بوقت الفراغ بحب كون معكم مثلاً، في ناس مختصين، في عندك محامي، طبيب، مهندس، أنا بحب كون معكم، شوفوا لي شيء بمجال عملي أنه أنا بقدر شارك فيه، وأنا بحب كون موجود معكم. فيعني هذا الوعي الكبير اللي سببته الحرب كان شيء الوحيد الإيجابي، نقول أنه فعلاً صار عنا إحساس بالآخر. الأزمات مرقت على كل الشعب السوري بدون استثناء. اليوم ما صار في حدا بيقدر يقول أنه لا أنا ما شفت شيء من الأزمة، أنا ما تأثرت بالأزمة. كلياتنا مرقت علينا أزمات وحدتنا، قربتنا من بعض، حسستنا أنه لحنا نتطلع مثلاً على الناس اللي حوالينا اللي يمكن تكون ضرت أكثر مننا، ونحاول أنه لحنا فعلاً نكون سد واحد يعني بوجه الصعوبات اللي اجت على المجتمع السوري. علمتنا قيم جديده وزادت المسؤوليه عنا اكيد. هلا كنت عم تحكي انه كل حدا بيقول لكم انه انا حابب اكون معكم، حابب انضم لكم، كل حدا عم يتابعنا هلا كيف بيقدر يتشارك معكم وينضم لكم ضمن فعالياتكم ويكون له بصمه بمجتمعنا السوري؟ اكيد نحن بنتشرف بكل الشباب الواعي المثقف النشيط اللي فعلا حابب انه هو يكون له بصمه بالازمه، فعلا انه حابب بس يسال حاله بعد الازمه انه انا شو قدرت اقدم للبلد، مثل ما لانه في جنودنا مشكورين على خطوط النار موجودين، نحن كمان يعني بنحاول انه نكون دائما لنا بصمه ايجابيه واثر بالمجتمع. بالنسبه لنا صفحه سوريا، جمعيه سوريا بتجمعنا على الفيسبوك، موجوده، ممكن يتواصلوا معنا على بريد الصفحه، ممكن يتواصلوا معنا مع رقم الخاص بالتطوع اللي هو 0993 450 450. وبكل الاحوال يعني بالنسبه لنا بشكل خاص نحن ما بيهمنا النوع بقد ما بيهمنا الكم بقدر ما بيهمنا النوعيه. الفكره مو فكره انك تجمعي عدد، فكرة أنك يكون العدد كله مآمن بهالفكر، مآمن إمام مطلق. يعني لحنا عنا الحمد لله كل يعني إخواتي وإخواني اللي موجودين بالجمعية نوعية شباب وصبايا، بنفتخر فعلا بوجوده لأنه عنا إيمان مطلق بالهدف اللي لحنا رايحين عليه. يعني هو ما له مشوار ولا سيران ولا روحة، هي فعلا هدف سامي، فكر من نقعد بنشتغل عليه قبل ما نروح، كيف نحن ممكن نتصرف في بيت الشهيد مثلاً، كيف ممكن نتعامل، شو الحكي مثلاً اللي ممكن ينقال، ما بتتخيلي لوين التحضير بيكون عنا دقيق، بحيث أنه نحن نترك فعلاً أحلى أثر بس نطلع، بحيث أنه فعلاً نحن ننبسط كتير. هذيك المرة كنا مثلاً بمعرض دمشق الدولي، يعني شفنا أبناء شهداء هن متذكريننا، نحن يعني ممكن أنه من كثر الوجوه أنه يكون نسيانين، بس احنا انبسطنا انه لا هن متذكرين انه انتم جيتوا لعنا على البيت. احنا قلت له وين بيتك؟ يعني انه قام قال لي بالقرنة الفلانية، تذكرته للطفل. يعني في مشاعر كثير حلوة وفي تنظيم وتنسيق لتحقيق الرسالة يلي انتم بتشيلنا فيها، وان شاء الله بتحققوها دائما ضمن جمعيتكم. نحن نشكرك كثير لوجودك معنا اليوم، وبنعيد عليك وان شاء الله دائما بتفرجوا هالبسمة لكل حدا محتاجها. أنا بشكركم كتير وكل عام وأنتم بخير، دائما الإخبارية اللي مواكبيننا دائما بكل فعالياتنا، شكرا كتير لكم، عم تشتغلوا بالعيد فعلا عم تدخلوا لنا بسمة كل يوم، والله يعطيكم العافية والرحمة أكيد للشهداء، وإن شاء الله العيد الجاي بنكون بحديث كتير مختلف عن هيك، إن شاء الله بأحسن من هيك. إن شاء الله. شكرا كتير لك سيزار، وكل عام وأنت بألف خير وكل أعضاء جمعيتكم بألف خير، شكرا كتير لك. أما هلا مشاهدينا